ينضم إلينا من أحد مراكز اللقاحات في الرياض مراسل الإخبارية عبد الله رويس. أهلا بك عبد الله معنا في هذه النشرة. وسؤالي لك، هل العودة الحضورية للمدارس أثرت على طبيعة الإقبال على مركز اللقاحات؟ أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. بالفعل أنا أتواجد في أحد مراكز لقاحات كورونا، وبالتحديد في أرض المعارض. هذا المركز يشهد الآن توافد كبير من قبل الطلاب، خاصة بعد إقرار وزارة التعليم بعدم دخول أي طالب إلى المدارس إلا عندما يكون هناك الطالب محصن بجرعتين. غالبية الإقبال حقيقة كان من ضمن الطلاب الذين طلاب المدارس الذين سواء أخذوا الجرعة الأولى وفي انتظار الجرعة الثانية أو أخذوا الجرعة الأولى. هؤلاء الطلاب جميعا الآن في هذه اللحظات يأخذون اللقاحات. لعلي أستضيف معي أحد الأبطال الصغار الذي سيحدثنا عن تجربة بدايتنا، وتعرفنا باسمك. يوسف، أهلا بك يوسف. يوسف، هذه الجرعة الأولى لك أو الجرعة الثانية؟ الجرعة الثانية. اليوم شاهدت زملائك عائدين للمدرسة، نعم. كيف كان شعورك؟ شعور كويس، واجتماعنا كنا عن بعد، بس الحمد لله اجتماعنا واخذنا اللقاح عشان صحتنا وصحة الجميع. طيب انت اخذت اللقاح، ليش تأخرت؟ يعني الان مثلا الصحة لها فترة طويلة تقول اخذوا اللقاح اخذوا اللقاح، هل في سبب معين للتأخر؟ سبب معين؟ ما في سبب معين، بس اخذنا لان طولنا، كنا مسافرين وتوبنا رجعنا وخذنا. الله يعطيك الف عافيه، موفق موفق يا يوسف. ايضا لعلي اخذ احد الابطال الصغار الاخرين. تفضلوا كلكم معي، تعال. اهلا وسهلا، عارفين باسمك؟ نهال. نهال، وانتي؟ خلود. خلود. مها. انت صف كم؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط، وانتي؟ ثاني متوسط. وانتي؟ ثاني متوسط. طيب الان انتم اخذتوا الجرعه الاولى والثانيه؟ ايوه. الجرعه الاولى والثانيه؟ ايوه كلها. وانتي؟ الأولى. هذه الجرعة الأولى. وانتي؟ الجرعة الأولى والثانية. الجرعة الأولى والثانية. طيب تعالوا اقربوا عندي من هنا، خليك هنا. الآن زملائكم رجعوا للمقاعد الدراسة، هل أنتم متحمسين بعد ما أخذتوا لقاح ترجعون للمدارس؟ أكيد. وش شعورك؟ شعور ما ينوصف. بعد سنة ونص منك ما رجعت للمدرسة، كيف شعورك الآن لما أخذت اللقاح ترجعين للمدرسة؟ أحس بحماس كذا، فرح. ما شاء الله. طيب وانتي يا خلود؟ مرة متحمسة. ودك ترجعين المدرسة؟ ايوه. وانتي؟ ايوه بدي ارجع المدرسة ومرة حماس. طيب عندي سؤال، ليش تأخرتوا؟ مثلا الآن وزارة الصحة وزارة التعليم قالوا اخذ اللقاح من بدري، هل في أسباب معينة؟ هل كنتم خايفين من اللقاح عشان كذا تأخرتوا؟ لا كان في أشياء يعني عائلية. يعني بس تأخرت على أساس ما كان مثلا في حجوزات؟ أيوه. بعدين حسبنا يعني إن بس الجرعة الأولى يدخلون المدرسة، بعدين قالوا لازم الثانية وطقيتها. ما شاء الله. وأنتي؟ كان فيني كورونا. كان في كورونا؟ ألف حمد على السلامة. لك سلام. وأنتي؟ إحنا تأخرنا لأن كان فيني كورونا. ما شاء الله، ألف حمد على السلامة. شكرا، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم، شكرا. إذا كما شاهدنا هؤلاء الأبطال الصغار بعدما أخذوا اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، أسباب التأخر كانت واضحة. البعض كان يتوقع أنه من جرعة واحدة يستطيع الذهاب للمدرسة، أما البعض الآخر فكان إصابته في كورونا تمنع أخذه للقاح بشكل مبكر. حقيقة المشاهد كما هي واضحة في الصورة مشاهد طيبة، ويعني حقيقة تفرح جدا سواء الطلاب أو أولياء أمورهم.